نظم معهد البحرين للتنمية السياسية ورشة عمل إدارة الأزمات الاجتماعية ضمن برنامج "مهارات بلدية" 2024 والذي يقدمه المعهد بالشراكة مع وزارة شؤون البلديات والزراعة لاعضاء مجلس امانه العاصمه والمجالس البلديه. وهتفت الورشه الى التعريف على الوضع العالمي لمخاطر الازمات والكوارث والربط بين الامن الوطني والقدره على الصمود والتعرف على افضل الممارسات العالميه في منظومه اداره الازمات والكوارث بالاضافه الى ادراك اهميه التقييم الاستراتيجي للمخاطر في بناء الامن الوطني والتعرف على القيم ذات الاهميه لمملكه البحرين.